ليس دخان قديسين الذي يخرج من بين يديها، بل هو أذان بقدوم موعد الطعام. أم مناف النازحة من ريف حماة الشرقي إلى المخيمات شمالي إدلب تجمع الحطب وتخبز بيديها كل يوم لتطعم أطفالها. احنا 11 نفس، كانت في منظمة تدعمنا بالخبز، وبعدين وقفت لها شي شهر ونص. جبنا حطبات مشان ندفى بيها، قمنا نخبز بيها، والطحين ما هو موجود. يجينا البيع لهين حق الربطة 200 ليرة، وما عنا نشتري حق الربطة 200 ليرة. نحو 20 مخيما في تجمع مخيمات تل الكرامة توقف دعم الخبز عنها منذ قرابة شهر ونصف، دون تأمين دعم بديل لسكان المخيمات التي يعاني معظم سكانها ظروفا مادية صعبة نتيجة النزوح وفقدان ممتلكاتهم وأشغالهم. سألناهم خبرناهم ليش وقفتوا عن دعم الخبز، قالوا أنه المنظمة اللي كانت عم تدعمنا بالخبز وقفت. طلعنا بعدين ما خلينا منظمة مشان تساعدنا مادة الخبز، ما حد استجاب معنا، ما خلينا منظمة هون بالشمال السوري، ما طلعنا بنتيجة. توقف دعم الخبز سبقه توقف عن تقديم الماء لعدة مخيمات في ريف إدلب في وقت يحتاج فيه سكان هذه المخيمات لكل أشكال المساعدة لتأمين حياة مناسبة لأطفالهم، خاصة مع بداية فصل الشتاء. هنا في تجمع مخيمات تل الكرامة معاناة لأكثر من 1500 عائلة في تأمين مادة الخبز بعد انقطاع الدعم من قبل المنظمات الإنسانية. خلف جمعة، قناة حلب اليوم، ريف إدلب.